أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى قول العلماء أفعال الله قديمة النوع حادثة الآحاد؟ ما يتعلق بذات الله هو قديم أزلي، وأما الأفعال حدوث الأفعال فهو يحدث شيئا فشيئا، حدوث الأفعال شيئا فشيئا. ما يتعلق بالمشيئة فإنه حادث الآحاد، وما يتعلق بالذات فإنه أزلي مع الذات. نعم، وهذه مسألة ما أنتم فاهمينها الآن، ما يتعلق بالذات وما يتعلق بالمشيئة وما يتعلق، ما أنتم فاهمينها الآن. نعم.